بنت يومي. يا عزيزتي أنا أمك بلا شكون. هذه دار خالتي حليمة سكنا فيها عامين ونص. اللي تهزد معلين. شجع لي أنا على ما يتصل لك يدك. هيا عزيزتي بشير ورجال الشيخ زيد ذكر زيد. بشير يا أمي صوته مازال في وذن. أك ما تشبهش لك الوشق أخوك شو. هو اللي خطفني. جاي عارك على ستي علي وانت ترد عليه. شجع لي لنا الخلق. ويو اخرج يا لي يا لنا يا لنا اخرج اخرج كانك راجل. وينو وينو مخبي وجهه فار الحبس. راجل انت توصل مع نساء. هاي كجاء علينا هنا تجب تصدم انتي. هاي طب يضربني على الطيارة. ما لا سمحنا من دار الناس اكسر لك راسك. هزوني للدار. دار دار اللي خبيوني فيها. انا مرحل المخزن على اخوي. رجلي تبع فيا وزوز تعرضولي شموني حاجة شبه ريحة سبيريتو. دخت انت فكر روحي كان عناية ظلام وانا مكتفة. حمد ليك يا ربي حمد ليك يا ربي. الطيحة انت حليمة جت في الصويب. عبد ليك يا ربي ما نعرفش شنو الخير اللي عملته في حياتي حتى صدفني يا ربي كل شيء إلا بنتي. عبد ليك يا ربي. بوكس مش ضرب وقوة. بوكس مش خنيفري. بوكس فن والفنان لازم يستعمل الحواس بتاعه. في ضربة واحدة حرك بدنه وحط بلاصتها. سار سليمين انا نحب الغل بتاعي الكل نحطه في البوكس زين مشاكل. تبعني حمد بنيم ركز معايا. بك هاو ركز. سار صحيح سار يمين سار سار سليمين مشي علي. صحيت يا علي برافو هذاك اللي حشنا بيك. ويحكم عليهم بأقسى ما يمكن أن يحكم به على إنسان وهو الاحتقار. قوة الطوارئ كما قلت جاءت إلى أرضنا بموافقتنا وشرط بقائها معلق بهذه الموافقة ولقد سحبنا هذه الموافقة واستجاب السكرتير العام للأمم المتحدة بأمانة ونزاهة وشرف لطلبنا وانتهى أمر هذه القوات تماما ولم يعد مفتوحا لأي حديث والظروف التي طلبناها